قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي جميعا بسم الله كده ونتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. توكلنا على الله. كتاب الامتحان صفحة 423. من أحسن طرق النجاح. طرق النجاح. الطرق بتاعة النجاح. يبقى مضاف إليه. مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر. أن يكون لك هدف تريد تحقيقه. مفعول به. تريد أنت تحقيقه. مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. والضمير في تحقيقه ده في محل جر مضاف إليه. دي مش فعل مضارع. كلمة تحقيق دي مش فعل مضارع. كلمة تحقيق دي اسم عادي. وأمل تسعى إليه وتحرص عليه حتى تنال. طبعا فاكر أنت إن حتى من أدوات النصب التي تنصب الفعل المضارع. يبقى تنال دي فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتح عادي. منزلة مرموقة في مجتمعك وتكون نافعا نفسك. ده اسم فاعل خلي بالك. ووطنك فعسى أن تحقق أملك. أعرف ما تحته خط أعرف نه. السؤال بقى استخرج من الفقرة فعلا ناسخا واذكر اسمه وخبره. طبعا أؤكد على الناس ضرورة التفريق بين الفعل الناسخ والحرف الناسخ. الفعل الناسخ ليكان وأخواتها وكاد وأخواتها. يعني فلنفرض ان انت دلوقتي طلعت خبر ان غلط حتى لو طلعت خبر ان صح لان هو طالب خبر لايه؟ لفعل ناسخ. وده بقى يعني انبه واكرر التنبيه على الطلاب اللي بيحلوا بسرعه وما بيقروش السؤال كويس وبيضيعوا نفسهم اوانطه. قراءه السؤال نصف الاجابه. ففعل ناسخ يعني لما يقول يكون لك هدف. طبعا اطمئن الاول انه ناسخ مش تام. ده انا دخلت في مشكله تانية لان انا عارف ان انا دلوقتي في اولى ثانوي او في ثانيه ثانوي او ثالثه ثانوي درست ان في حاجه اسمها كانت تامه او كانت ناقصه. طب يكون لك هدف. دي مش يحدث لك هدف ولا يحصل لك هدف ولا ينزل لك هدف. دي فعلا يكون. اللي هي بمعنى كان واخواتها. في خبرها بقى في تقديم وتاخير في الجمله دي. يكون هدف لك. طب ليه يا أستاذ؟ انتبهوا. من أكثر المهارات التي يجب على الطالب والطالبة إتقانها في المرحلة الثانوية مسألة التقديم والتأخير. صدقني لو الموضوع ده مش واضح معاك وملوش قاعدة هيفضل أرفق طول عمرك في النحو. طب إيه القاعدة بتاعته يا أستاذ؟ لما تلاقي شبه جملة وراها اسم أو فعل وينفع تعدل هو ده أول التقديم. دي أول علامة للتقديم. شبه جملة شبه جملة زائد اسم أو فعل. يعني في البيت نصلي بدأت العبارة بشبه جملة شكرا لها أصلها نصلي في البيت. في البيت أهلي أصلها أهلي في البيت. طب محمد جاء مفيش تقديم لأن ممكن واحد دلوقتي يقول لي أستاذ طب ما محمد جاء أصلها جاء محمد ولما جابها له جاء محمد يقول لي اصلها محمد جاء صح ولا لا؟ اذا ده خطا شنيع. طالما الجمله بدات باسم او فعل الجمله مستقره غالبا وصحيحه. امتى ابدا اشك بقى؟ لو الجمله بدات بحرف او ظرف. حرف جر او ايه او ظرف. هنا القاهره دي تقديم تاخير. ليه يا استاذ هنا القاهره تقديم تاخير؟ اصل هنا دي ظرف. كلمه هنا دي احفظها لو مش عارف احفظها. هناك امطار هناك دي ايه؟ ظرف. هنالك امل هنالك دي ايه برضه؟ ظرف. هي هنا اصلا هي هنالك هي هنا وزودنا لها اللام والكاف. اذا هنا هناك فوق تحت خلف امام بين عند. يبقى لما الاقي شبه جمله ووراء اسم اقدم واخر واشوف ايه الموضوع مش كده؟ ان يكون لك هدف. لك دي شبه جمله. ليه يا استاذ؟ عشان اللام حرف جر والكاف ده مبني في محل جر. طب جر ومجرور ده بنسميه عندنا في اللغه العربيه شبه جمله. يبقى كده ايه في تقديم تاخير. ان يكون لك هدف اصلها ايه تاني كده؟ ها ان يكون هدف. صحيح التقديم والتاخير احيانا ياتي عقلا ما فيش اتنين يختلفوا. ركب القطار احمد
أظن العقل يحتم أن المسألة فيها تقديم وتأخير. ركب القطار أحمد ولا ركب أحمد القطار؟ لازم أحمد ولا ركب القطار عقلا، صح؟ زي يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله العلماء ولا يخشى العلماء الله؟ ده عقلا، صح؟ زجاجة انكسرت تلميذ، ها؟ أصلها كسرت تلميذ وإيه؟ إذن يا جماعة تاني وأؤكد تاني، لأن لما أقف ألح على نقطة أعرف أنها عاملة مشكلة كبيرة ما بين الطلبة في الإعراب، وهو بيجيبها كتير في الامتحانات. ليس لكل واحد حظ، نفس الجملة اللي هي مشكلة التقديم التأخير يعني. ليس لكل واحد حظ، بعد ليس جت كلمة إيه؟ لكل، صح؟ ولكل دي جره إيه؟ وشبه جملة. طالما لقيت شبه جملة يبقى يعني اعدل الجملة كده، جرب كده، ليس حظ لكل واحد، يبقى ده تقديمه يا شباب وتأخير. إن مع العسر يسرى، ها؟ مع دي ظرف، مع دي مش حرف جر، على الأرجح إنها إيه؟ ظرف. طيب يبقى الجملة بدأت برضو بعد إن بإيه؟ بظرف. يبقى إن مع العسر يسرى أصلها إيه؟ ها؟ إن يسرى مع الإيه؟ عينك في وسط راسك، دايما على التقديم والتأخير. يبقى هنا فين الفعل الناسخ؟ يكون. فين خبره؟ لك، اللي هو شبه الجملة المقدمة. وفين اسمه؟ اللي هو هدف، اللي هو اسمه مؤخر، أن يكون لك هدف. من أهمش هو معاك وتحرص حتى تنال وتكون نافعا، صح؟ تكون نافعة. هنا بقى اسم تكون مستتر وخبرها كلمة ايه؟ نافعة. خلي بالك الحمد لله ما اشترطش في الخبر يكون جملة، هو قال استخرج ايه؟ فعلا ناسخا وبين اسمه وخبره. ممكن يقول استخرج خبرا جملة الفعل ناسخ، يبقى كم شرط عليه؟ كم شرط كده في أسئلة أخرى يعني، شرطين ايه؟ ان الخبر يكون لازم ايه؟ جملة، ولازم يكون ايه كمان؟ الكلمة فعل ناسخ. طيب اللي بعدها، اللهم صل على محمد، اسم فاعل عام. احنا اتفقنا على قاعدة بسيطة خالص، لو ما كنتش معايا او ما سمعتش قبل كده اسمع المعلومة دي، معلومة مش درس. لما تلاقي اسم فاعل حوله الفعل واعرب اللي بعده، مفيش ابسط من كده. ان تكون نافعا نفسك، صح؟ تنفع نفسك، صح؟ تنفع انت نفسك، يبقى نفسك دي مفعول ايه؟ مفعول. هل راض ضميرك عنك؟ ضميرك راض عنك؟ لا طبعا اكيد. هل راض ضميرك عنك؟ حولها الفعل. هتقول لي بقى، ها؟ هل يرضى ضميرك عنك؟ يبقى ضميرك ده العربية هنا بقى ايه؟ فاعل. محمد حافظ كتاب الله، محمد حافظ كتاب الله، ها؟ الموضوع يا جماعه بسيط خالص. بنعمل ايه؟ ده درس عندنا اصلا. بنعمل ايه؟ بنحول اسم الفاعل لفعل ونعرف اللي يا جماعه اللي بعد. اهو اللي بعد ده اسمه المعمول. يبقى لما اقول لك معمول اسم الفاعل يعني ايه؟ يعني لما حول اسم الفاعل واعرب اللي بعده يطلع لي فاعل او مفعول، ده اسمه المعمول. كلام جديد، صح؟ ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. نعرف اهلها دي ايه؟ كنت في الاعداديه ما تعرفش عربي ليه؟ ما كانش عندك معاك القاعده. الظالم اهلها يعني ايه؟ قصدي ايه؟ الذي يظلم اهلها الناس، يعني معناها كده، صح؟ الذي يظلم اهلها، يبقى اهلها دي ايه؟ ايوه كده، برافو. يبقى لو جبت لك الايه الكريمه دي وقلت لك استخرج منها اسم فاعل واعرف معموله، تعمل اعرب معموله، تعمل ايه؟ تطلع الظالم وتقول لي المعمول اصلها الذي يظلم ايه؟ اهلها. فنقوم نعربين اهلها ايه يا جماعه؟ الموضوع بسيط خالص. طب خد دي بقى، امانحه الدوله الموهوبين جوائز، امانحه الدوله الموهوبين جوائز. مانحه منها تمنح، صح؟ تمنح، ده ينسى مفعول، خلي بالك. اسم الفاعل تمنح اهو، رفع فاعل اللي هو مين؟ الدوله. تمنح الدوله. الموهوبين ده مفعول به قوي، وجوائز ده مفعول به ايه كمان؟ فهمت يعني ايه حكايه اسم الفاعل عامل دي؟ هو له شروط بس مش هنتكلم فيها دلوقتي، احنا نعرف العمل وايه الاول. يبقى تكون نافعا نفسك، طلعنا اسم الفاعل العامل واعربنا المعمول اللي هو نفسك مفعول به، والكف في نفسك طبعا مضاف ايه؟ ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. فعل من افعال الرجاء، طبعا تذكر معايا افعال الرجاء اللي هي عسى وكربا وحرى. طب هنا لما قال فعسى ان تحقق املك، اهو عسى ان تحقق املك. بيقول لي هنا واعرب اسمه وخبره. فين هنا بقى اسمه وخبره؟ فين اسم عسى؟
ده بين مستهدف عسى الامره عسى هو مش كده عسى الشيء مش كده ان تحقق ايه ها املك في الخبر بقى ان تحقق امل دي خبر جمله فعليه في محل نصب خبر عسى وممكن نعربها ازاي ان حرف ناصب وتحقق فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه والفعل ضمير مستتر والجمله الفعليه كلها على بعضها في محل نصب خبر ايه يا شباب عسى واملك مفعول به طبعا حكم القاضي فكان الحق الطالب مهذبة الأخلاق تعالى نعرف الحق كده نخلي بالنا بقى ان كان تامة هنا لان حتى لو كنت دورها على خبر ما فيش حكم القاضي فكان الحق اي حدث الحق مش كده يبقى الحق فاعل لان كان هنا يا شباب تام الطالب مهذبة الأخلاق ده اسم مفعول صح بالراحة بقى ده ايه يا شباب اسم مفعول بعرفه ازاي تذكر معايا اسم المفعول بعرفه ازاي من مضمومه مفتوح ما قبل الاخر مهذبه ويدل على من وقع عليه الفعل مهذبه اي وذب الاخلاق محترمه يعني الناس بتحترم غير محترمه هو ايه الفرق بين محترم ومحترم انت محترم اباك يبقى انت اللي بتقوم بالاحترام واباك محترم وقع عليه ليه الاحترام طب انت مهذب اخلاق الناس يبقى تشتغل مدرس بقى تشتغل دكتور جامعه تشتغل اي حاجه بقى في المجال ده يهذب الولد داعي مش كده انت بتهذب اخلاق الناس انت اللي بتهذب لكن انت مهذبه اخلاقك لا يبقى كده التهذيب وقع على الايه على الاخلاق فهمت المعنى يبقى اسم المفعول عباره عن ايه كلمه بها من مضمومه مفتوح ما قبل الاخر وتدل معناها على من وقع عليه الفعل مهذبه اخلاق طيب المعلومه بقى بتقول ايه لما تحب تعرب اللي بعد اسم المفعول حول اسم المفعول فعل بس مبني المجهول شباب تعلموا معايا هيتحول الفعل مبني لايه يعني هذبت الطالب ها الطالب تهذب او هذبت براحتك ماضي او مضارع مش فارقه الطالب هذبت او تهذب اخلاق الله ينور عليك وعلى والديك نائب فاعل مرفوع مين اللي مهذبه مين اللي هذبت الاخلاق دي بقى الاخلاق دي نائب يا شباب نائب فاعل ايه ده يعني اللي بعد اسم المفعول بيعرف نائب فاعل وبعد اسم الفاعل بيعرف فاعل او مفعول اه صح فعال احنا عارفين ان في حاجه عندنا في اللغه العربيه اسمها صيغ المبالغه فعيل فعال مفعال فعول فاعل مش دول خمسه اشهرهم يعني واضيف لهم الصديق اللي هي كلمه على وزن الفعيل دي برضو فيها ايه مبالغه طيب هذه الصيغه في جملتين اسمع ايه عامله وغير عامله اه شوف هو اكبرنا بقى مش بقول لك حكايه عامله دي يعني تحولها لفعل ولا نعمل بعدها قلت لك وانا بتكلم كده قلت لك ايه هي لها شروط بس مش هناخدها دلوقتي بس تترخم علينا وراح جايب السؤال فهقول لك الشروط صلوا على النبي اسم الفعل والمفعول والمبالغه الثلاثه الحمد لله شروطهم واحده حفظ تاني كده بقول ايه اللي جاي ده ايه المعلومات اللي جايه دي ايه حفظ يعمل اسم الفاعل اذا عرف بال فاكر ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها اقول لك استخرج اسم فاعل تقول الظالم ارم معموله فاعل سبب العمل تفتكر المستر قال لي الاستاذ قال لي ايه ها انه من ضمن اسباب العمل انه معرف بال اقول له معرف بال بس طيب او يقع خبر يقع اسم الفاعل يقع خبر او المبالغه او المفعول كله منطبق على بعض بقول ايه مثلا محمد حافظ كتاب ربه هيستخدم اسم الفاعل ها حافظ فين معموله كتاب اعربه مفعول به محمد يحفظ كتاب ربه صح كده طب ليه عامل محمد مبتدا وحافظ يبقى اقول له اسم الفاعل عامل لانه وقع خبر يبقى كام شرط دلوقتي حفظا الاول تجرب انه يكون معرف بقى اللي ما لقيتش معرف بقى جرب انه يبقى خبر طب افرض ما طلعتش لا معرف بقى ولا خبر هذا رجل ظالم نفسه هذا مبتدأ ورجل خبر ظالم نعت ونفسه مفعول به صح ولا لا ما هذا رجل ظالم نفسه اصلا هذا رجل يظلم حلو يبقى انا عرفت اسم الفاعل وعرفت المعمول بتاعه طب ليه عامل اصل وقع نعت أو لا غافر الذنوب إلا الله
لا غافر الذنوب إلا الله. تعال نشوف فين اسم الفاعل غافر، فين معموله؟ اعدلها فعل، لا يغفر الذنوب إلا الله. طب ما هي يغفر هنا رفعت فاعل اللي هو لفظ الجلال ونصبت مفعول اللي هو مين؟ الذنوب، صح كده؟ يبقى ده العمل بتاعه. خلاص عرفنا المعمول ايه ده يا استاذ، ممكن ليه اتنين معمول؟ غني مش فاكر امانحه للدوله الموهوبين الفرص كان معاه كام؟ ثلاثه. لكن لا غافر الذنوب الا الله، فين المعمول؟ كم معمول عندك؟ اللي هو الفعل والايه؟ والمفعول. طب جرب انها معرف بقل، كلمه غافر معرف بقل؟ لا. طب وقعت خبر؟ لا. طب وقعت صفه؟ لا. طب سبقت بنفي؟ ايوه، اللي هي قبلها نفي. طب هل مؤدي علي الصلاة، هل مؤدي علي الصلاة؟ فين اسم الفاعل؟ مؤدي، مش كده؟ فين معموله؟ علي والصلاة، اعربهم فاعل ومفعول. اصل الجملة هل يؤدي علي الايه؟ الصلاة. طب ايه سبب العمل هنا؟ معرف بقل؟ لا. طب وقع خبر؟ لا. طب وقع نعت؟ لا. طب سبق بنفي؟ لا. طب سبق باستفهام؟ ايوه، اخر حاجة. اذا ما اسباب العمل؟ ان تقع الكلمة معرفة بقل، سواء اسم فاعل او مفعول او صيغه مبالغه، ان تقع الكلمه معرفه بقل او تقع خبر او تقع نعت او تسبق بنفي او تسبق بيا شباب باستفهام. نحفظ الخمسه دول. في حكايه الزمن، شرط الزمن ده هنسيبه دلوقتي. شرط الزمن ده اسمك منه، ده اظن انتم مهريين زمن في اللغه، في الانجليزي. الانجليزي انتوا عايشين 12 زمن. في العربي الحمد لله هم ثلاث ازمنه ما فيش غيرهم. اذا يا شباب عرفنا دلوقتي حاجة اسمها أسباب العمل، صح؟ بقول لك في حتة كده بتاعت الزمن، قلت لك في اللغة الإنجليزية أنت مهري زمن 12 زمن. احنا عندنا في اللغة العربية هم ثلاث أزمنة، ماضي أو مضارع أو مستقبل بس. ففي حتة كده نشرتها في الزمن بس سيبها دلوقتي لغاية ما تستقر القاعدة. إيه القاعدة اللي عايزة تستقر الأول قبل الزمن؟ واحد، إن في حاجة عندنا عرفنا معلومة، إن في حاجة اسمها إيه؟ اسم الفعل العامل، وزيها صيغه المبالغه العامله، وزيها اسم مفعول العامل. بعرف ازاي يعني ايه عامل؟ يعني اقلبه لايه؟ لفعل، واعرف ايه اللي بعده، يطلع لي فاعل او ايه؟ او مفعول، ومع اسم المفعول يطلع لي نائب ايه؟ نائب فاعل. خلاص حفظتها دي؟ طيب، وعرفت ان في حاجه اسمها اسباب العمل، صح؟ ايه اسباب العمل؟ ان يسبق اللي اول ان ايه؟ يعرف بقى يسبق بايه؟ او يقع خبر؟ يقع نعم؟ ها؟ بالظبط، مش كده؟ طيب، طب انا عايز بقى صيغه المبالغه دي ادخلها كلمه فعال. لو قلت الله فعال ما يريد، الله فعال ما يريد، هنا عامله ولا لا؟ عشان وقعت ايه؟ ايه السبب؟ سبب بقى من عملت ايه؟ هي هنا الله لفظ الجلاله مبتدا وفعال وقعت خبر، يبقى عامله، صح؟ يبقى عامله. ممكن طرق ثانيه، الفعال الخير محبوب، معرف بقى هل فعال محمد الخير؟ مش كده؟ استفهام. أي براحتك بقى، ما انت معاك اسباب ممكن تجيب خمس جمل، انا عايز جمله واحده بس متوفر فيها شرط واحد. طب يعني ايه غير عامله بقى؟ عارف يعني ايه غير عامله؟ يعني حطها في جمله بحيث ان ما يكونش ولا شرط فيها. احب فعال الخير، احب فعال الخير. الجمله دي كده كلمه فعال جت في جملة تامة وتعطي معنى صحيح، وما وقعتش لا عرفت بقل ولا وقعت خبر ولا وقعت نعت أو اعتمدت على موصوف زي ما هنسماها بعدين، ولا سبقت بنفي ولا سبقت. يبقى كده غير إيه؟ غير عامل. يعني غير عامل بقى؟ يعني ما تقلبهاش فعل وما تعرفش اللي بعدها، اللي بعدها مضاف إليه بس. أحب فعال الخير، زي ما أقول لك كانت مقدمة الكتاب شيقة. مقدمة دي اسم فاعل، مقدم اسم فاعل، شبك متسبك من التانيث. كانت ايه؟ ها، مقدمة الكتاب شيقة. هل كلمة مقدمة هنا عاملة ولا غير عاملة؟ دي وقعت اسم كان، صح؟ وقعت اسم كان، يعني لا عرفت بقل ولا وقعت نعت اعتمدت على موصوف زي ما بيقولوها، ولا اي حاجة من الشروط. يبقى غير ايه يا شباب؟ ها، غير. يعني ايه غير عامل؟ يعني ما تقلبهاش فعل وما تعرفش اللي بعدها انه فاعل او مفعول، يعرف مضاف اليه عادي او حسب موقفكم. اكشف في معجمك عن كلمة تحقيق. آخر سؤال بقى في التدريب، حقق باب الحاء فصل القاف ثم القاف. أنبه كل المعاجم مشى واحد اثنين ثلاثة ما عدا القاموس المحيط. في حاجة كده عندنا في اللغة العربية اسمها القاموس المحيط، اللي هي بتبقى ماشية ازاي؟
باب الأخير فصل الأول مع مراعاة الأوسط. فلنفرض أن جابنا الكلمة وقال لك اكشف عنها في القاموس المحيط مش في معجمك ولا المعجم الوجيز. ساعات يقول لك ايه؟ اكشف عن الكلمة في المعجم الوجيز، اكشف عن الكلمة في معجمك، اكشف عن الكلمة في المعجم الوسيط. كلمة معجم وجيز، المهم ما فيش قاموس محيط تمشي عادي. حقق باب الحاء فصل القاف ثم الطاء. لكن لو أنك اكشف في معجمك عن كلمة ضربة، اكشف عفوا، اكشف في القاموس المحيط عن كلمة ضربة، سهل ايه؟ عارف القاموس المحيط ليه بقى؟ باب الأخير اللي هو الباب، فصل الأول اللي هو الضاد مع مراعاة الأوسط. تكتبها كده، تكتبها له كده يا ضربة، تقول له ايه؟ أبحث عن ضربة في باب الباء فصل الضاد مع مراعاة الراء. يعني كلمة حقق دي لو قال لي القاموس المحيط أقول له ايه؟ باب القاف فصل الحاء مع مراعاة الأوسط. طب كلمة زي كلمة زلزالة، كلمة دي رباعية الأصل، أقول له إيه؟ باب اللام فصل الزاي مع مراعاة الأوسط. فهمنا يا شباب؟ يبقى نقول تاني أخيرا علشان أقولها مرة عشان تثبت مع الناس، كل المعاجم ماشية واحد اتنين تلاتة، يعني إيه؟ من الأول للآخر، ما عدا القاموس المحيط ماشي من الآخر للأول مع مراعاة الإيه يا شباب؟ الأوسط. صلّيتوا على النبي، اللهم صل عليه. يا ريت الملاحظات دي تدون. صلّيتوا على النبي عليه الصلاة والسلام.